السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة فرنسا أمام السويد القادمة بإذن الله تعالى في الجولة الأولى من دور الأمم الأوروبية 2020-2021. مباراة فرنسا القادمة أمام السويد هيكون ميعادها بإذن الله تعالى غدا السبت 5 سبتمبر 2020 أو 5/9/2020. المباراة هيكون ميعادها بإذن الله تعالى الساعة 8:45 يعني 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفرنسا وألمانيا. أيضا المباراة ميعادها الساعة 9:45 يعني 10:15 مساء بتوقيت العراق وبلاد الشام والبحرين واليمن والسعودية والكويت وقطر. أيضا المباراة ميعادها الساعة 10:45 يعني 11:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان. مباراة فرنسا أمام السويد مباراة هامة جدا، ميعادها أيضا الساعة 7:45 يعني 8:15 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس وإنجلترا، وميعادها الساعة 6:45 يعني 7:15 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسويد، أولا هي القناة الناقلة الأساسية هي قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، والمعلق على المباراة هو المعلق حفيظ الدراجي. وإليك باقي القنوات الناقلة للمباراة سريعا. المنتخبين يقعان في نفس المجموعة وهي المجموعة A3. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة فرنسا القادمة أمام السويد في الجولة الأولى من دور الأمم الأوروبية 2020-2021 بتوقيت مصر وكل الدول والقنوات الناقلة. والمعلق اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعملك الفيديو. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.